مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وفطور العافية، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم. يا رب إن شاء الله دائما تكون جمعتكم على خير في هذه الأيام الجميلة وغيرها الأيام طبعا. وأكيد الحلى اللي عندكم بالصفرة يزين الصفرة، وانتوا أحلى الحلى. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. احنا وياكم اليوم حلقة جديدة ومختلفة من حلى منى، وفقرات كثيرة ومتنوعة، وفي مسابقات يومية، والحلى اللي نقدمه مع الشيف عادل من سابلي، لكن هدايا، وهم في عندنا حوارات مع شيفنا، بالإضافة إلى أن أيضا نستقبل المشروعات الصغيرة الجميلة لمن داخل الكويت حتى من خارج الكويت، بالإضافة إلى أن أكيد راح تكون عندنا بإذن الله اليمعة حلقة جميلة مع العزيزة الغالي Art of Chocolate جمانة الطبيخ، وأكيد راح تكون ليلة مميزة من الليالي الحلوة برمضان، وليلة مميزة معاها، ونشوف أيضا أكيد فناتقها وسوالفها الحلوة. أكيد مخرجنا اليوم الله يعطي العافية كان لاهي بلعبة التركيب، هذا عنده لعبة قاعد يلعبها غريبة عجيبة، عملتها خلاص أوكي تمام، يعني وصلت حق الحل اللي تبيه. شو اسم اللعبة أستاذ أبو يوسف؟ شو اسم اللعبة؟ يكي مكي. ده فين بالضبط أصله؟ إيه دي إيه ده يكي مكي، هذه لعبة يمنية، بس إن شاء الله أنا راح ألعب وياكم اللعبة هذه باكر. شنو؟ يمنية إيه؟ يابانية، قاعد أقول أنا لعبة يمنية يابانية، ما عليه يابانية. ياكي ماكو، ياكي ماكي، يلا ياكي ماكي، ما فرقت عن مطعم ماكي بشيء. أكيد مزهب فقرتنا ولا للحين لاهي باللعبة يا أخي؟ يلا نحط اللعبة، قصدي نحط الفقرة ونشوف. يلا انت ماشي بعد دجل وتشذب ونفاق يا اخي، ليه الحين الكويت تطلع على الشاشة وانت من ابرز الاسماء اللي قبضت من زبانية النظام الباهد؟ انا عارف الفنان داود حسين لما يسوي نفسه مو سامع المكالمة، بس من الفقرات الجميلة ومن الاعمال الجميلة اللي احنا دايما نشوفها وهم تعلمنا اشياء حلوة منها. نقول الو. الو الو، احنا هنا نجحنا اهو. الا شلونك؟ يعطيك العافية اختي منى. هلا حبيبتي الله يعافيك، شخبارك؟ مبارك عليك شهر. احكروني وين اطلع؟ علينا وعليك تبارك. شخبارك يا الاء؟ بخير الله يسلمك، عساك بخير ان شاء الله. الحمد لله بخير. ها شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله حلو، ان شاء الله ربي يعود علينا كل سنة بصحة وعافية يا رب. يا رب اللهم امين. قولي لي الاء، شاطره بالحلو انتي؟ وايد والله، مو شويه وايد، يعني تطبخين؟ أيوة. ها اي والله اطبخ تقريبا يوميا. انزين شوفي، اول شيء ابيش تعطيني اجابه الفقره اللي احنا شفناها قبل شوي، وراح ارد اسولف وياك على موضوع الحلو. انا مو بالبيت، انا والله معزوم فمو عندي التلفزيون. خلاص انا هم راح اعيد الفقره حق الناس الثانيين او اللي شافوا معانا. انزين شو تحب، شنو دائما تسوين من الحلا؟ والله دائما اسوي تشيز كيك وبسبوسه. شاطره فيهم؟ اي والله وايد. زين ما فكرت تسوين يعني مشروع من يعني مشروع صغير من المشروعات الصغيره؟ لا للامانه لا. ليش؟ ما ادري، احس يحتاج وقت فراغ وايد، يعني انا مو دائما فاضيه له. شوفي هو دائما حلو لما الواحد يشوف في مجال وفي فرصه حتى ينمي عقله ويسوي امور كثيره، يعني مشروعات صغيره مو بس بالاكل والحلو، حتى مثلا المنتجات ممكن تسوينها. بالعكس انا ايد ان البنت يعني او الشاب او البنت يكون لها طموح حلو من ناحيه مشروعات صغيره. ان شاء الله لقدام الله راح يوفقك بشيء تسوينه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. حبيبتي انت فايزه من غير اي شيء، وما راح اسالك عن اي شيء، تستاهلين كل خير كابون مقدم من عياده في الميدان، مشكوره. اسئله سهله ترى والحل انتو سكره، منو معانا الحين؟ ايوه يا شيماء، شلونك يا شيماء؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه، ما شاء الله منوره الشاشه.
مشكورة حبيبتي. من يقول الحين صار 9 رمضان ما شاء الله. أيوة الوقت كذي يمشي. شيماء كم عمرك؟ عمري اي 25. 25 يعني صوتك صغير. انا ما ادري الله مسلطهم علي بالبرنامج صوتهم صغيرة عبارهم كبيرة حسب. زين شيماء شفتي الفقرة اللي تو؟ والله ما انتبهت عليها. ما ادري ابو يوسف انت عندك تلفزيون الحين؟ لا مو يم التلفزيون. ها يعني من غير تلفزيون. ايه انزين خليني اسألك سؤال. تفضلي. دام فضلك. يقول لك هنا معنى اسم حلوى التشيز كيك بالانجليزي هي الكيكة اللذيذة، بالروسية هي الخبز الطري، شنو هو؟ الثاني ان شاء الله. تشيز كيك. الاولى. وانتي صح حبيبتي، مفايزة معنا بكابون مقدم من سابلين، مشكورة. مخرجنا العزيز لو ترد الحين على الفقرة اللي راح نسأل فيها الآن، وتالي نرجع لكم من بعد إذنكم. ليلة من الليالي كنت قاعد أتابع أحد البرامج في أحد المحطات، عرفش أقول لك، وحصل الآتي. بقول إنه المصاري أهم إشي في الحياة، يعني أنا مثلا لولا وجود الست الإسرائيلية اللي من أصلها. إحنا الحين هوا وياكم أعزائي المشاهدين، ونقول ألو منو معانا؟ شمايل مساك الله بالخير. هلا والله مساك الله بالنور حبيبتي. شلونك شخبارك؟ تمام يا روحي شخبارك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير يا حياتي، منورة البرنامج منورة حبيبتي. مشكورة، النور نوركم بعد عمري كلش ذوق حياتي. شمايل شفت الفقرة اللي توا صح؟ ايه. ما انا مو عندي تلفزيون والله. يلا قول عنك انك انت فايزه معانا بكابون مقدم من سابلي، مشكوره. انا الا اسال عن الفقره نقول الو 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 هلا منو معاي؟ احلام. هلا احلام شلونك؟ زين الحمد لله، وانت شلونك؟ تمام. شفت الفقره اللي توا؟ اي. شو اسم الفقرة هذه؟ شو اسم العمل؟ ما في اختيارات؟ أنا أقول لك عادة ولكن قرقيعان. قرقيعان؟ وأنت صح حبيبتي، قرقيعان. فايزة معنا بكابون مقدم من عيادة الميدان، مشكورة يا ماما. طبعا هو مو بس قرقيعان 1، في قرقيعان 1 و 2 3 4، يعني ما شاء الله تشكيلة كبيرة من البرامج المنوعات اللي تميز فيها طبعا الفنان القدير داود حسين، بالإضافة من الفنانين من الفنان القدير عبد الناصر درويش وحسن البلام ورحمة الله عليه علي سلطان ومجموعة كبيرة، حتى أنا بعد كان لي نصيب أني أشارك في بعض الشخصيات اللي ممكن أنا أقلدها. يعطيكم العافية على هذا المجهود. ونقول ألو. يا هلا سمية تختي. هلا يا عمري. معك ندى. هلا يا ندى شلونك؟ الحمد لله بخير. شخبارك حبيبتي؟ نورة ساسة. تسلمي لي حبيبتي بوجودك، مشكورة حبيبتي. يا عمري ندى حبيبتي، إذا بسألت سؤال تبين من أي حلا، شرقي ولا الغربي؟ الشرقي أكيد لأنه سهل وأقرب لنا. ليش لا يا حلوة؟ يقول لك هني القشطلية حلوة لبنانية لها اسم آخر شهير، شنو؟ أنا أعطيك اختيارات: العسل، ليالي لبنان، ولا بقلاوة، ولا زلابية. ليالي لبنان إذا هي لبنانية. وانتي صح، ليش مترددة؟ يعطيك العافية حبيبتي، وانت فايزة معانا بكابون مقدم من سابلي. ايوه يا ألاء شلونك يا ألاء؟ هلا الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. شخبارك حبيبتي؟ حبيبتي الحمد لله بخير. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. غالبته ولا هو غالبك؟ لا الحمد لله غالبته. الحمد لله والشكر لك يا رب.
حبيبتي لا يقولك هني تميز الحلويات الشرقية كثرة الاستخدام نوع المكسرات. طبعا أكثر من الحلويات الشرقية تميز في يعني نوع معين من المكسرات، يعني أغلبية الحلويات شنو هو؟ الفول السوداني ولا البندق ولا الفستق؟ وانت صح وفايزة معانا بكربون مقدم من عيارة الميدان، شكرا. وياي شعب خليجي إيطالي وهندي كل حلا. يا أشواق شلونك يا أشواق؟ هلا والله هلا حبيبتي، شلونك؟ عساك بخير. تمام الحمد لله، كل عام وانتي بخير. وانتي بصحة وسلامة يا حبيبتي. منورة الشاشة. مشكورة يا عمري، كلش ذوق. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. غالبته ولا هو غالبك؟ والله تبين الصراحة هو غالبني. ليش؟ والله تعرفين امتحانات الحين؟ وي ما يمديني اطبخ ولا ادرس ولا اشتغل، يعني شنو اسوي؟ انتي متزوجة؟ ان شاء الله. أنا الحمد لله يوم دوتها. إيه بس أنا بقولك الله يحفظك إن شاء الله ويحفظ عيالك. تدرسين أي جامعة ولا شو؟ لا لا أدرس عيالي. إيه تدرسين عيالك. يلا ما يخالف. إن شاء الله باكر آخر يوم أرتاح شوي. لا إن شاء الله الله يوفقهم وما يضيع تعبك إن شاء الله. حياتي إن شاء الله. ويعطيك ألف ألف عافية حبيبتي. ما بيسألك، ما بيثقل عليك. يا حياتي. أنا أدري إنك أنتي مضغوطة وايد. فتستعلين الكبون مقدم من سابلي، مشكورة يا عمري يا حليلها. صراحة أنا أقدر وايد يعني الأمهات، حتى الأبهات، بس الأمهات بعد هم بين تدريس وبين طبخ وبين تجهيز، يعني الله يعطيها العافية. والله يعطي العافية أيضا الأبو، يعني أكيد يساهم ويساعد المرأة في كل شيء. الله يوفقكم جميعا ويا رب يوفق عيالكم بهالفترة. يقولون يمكن نهاية الأسبوع يكون نهاية بعض الامتحانات أو بعض المراحل. الله يوفق الجميع إن شاء الله. ونقول ألو. ألو. زينة يا زينة يا زينة. ألو شلونك يا زينة؟ والله الحمد لله. إيش أخبارك؟ والله الحمد لله. شلون الدراسة وياك ولا مو دارسة ولا شنو بالضبط؟ تدرسين؟ لا لا. متخرجة؟ إيه. يلا الله يوفقك. ليش تقولين هالشي بتردد؟ ايه لا حبيبتي قولي لي شو تتابعين برمضان يا زينة؟ اماني امنية سعيدة. بعيدة ايه؟ وبعد موضي قطع من الذهب. شنو بوي؟ موضي قطع من الذهب. الله انت بعد تابعتي من احلى الاعمال اللي انا يعني بالفعل احبهم، يعني يعطيك العافيه حبيبتي. انت فايزه بكابون مقدم من سابلي. اليوم اكيد راح يكون عندنا ايضا اتصال عزيز علينا، بس ننطر. متى يا ابو يوسف؟ اوكي براحه. ألو السلام عليكم. هلا حبيبتي، السلام عليكم، شلونك؟ الحمد لله زينة. الله شنو معنات اسمك؟ ما أدري بصراحة، ولا مرة سألت عنه. ليش؟ ترى اسمك حلو. أتوقع يعني الشيء الواسع. أكيد حبيبتي. منو اللي سماك، الوالدة ولا الوالد؟ الوالدة. الله يخليها لك إن شاء الله يا عمري. مدام سموك هالاسم الحلو وانتي بنيش حلوك، الله يحفظك. يبا فايزة ويانا بكابون مقدم من سابلي. يعطيك العافية. اوكي طيب الحين منو عندنا؟ عندنا منو من الاتصال؟ شاكم نروح فاصل صغير ونرجع. يلا ورجعنا أعزائي المشاهدين وياكم في حلا منى. حلا منى اليوم ضيفتها بالاتصال منو؟ طبعا العزيزة الغالية والصديقة الغالية الفنانة القديرة زهرة القرجي. حبيبتي مناوي، بركة الشهر علينا وعليك. تبارك يا زوزو، شلونك؟
موناليزا الحلوة، شخبارك؟ زينة الحمد لله. منورة حبيبتي، أنت اللي منورة يا حبيبتي. مبارك عليك الشهر وعلى الأهل. وعليك يا عمري وعلى الحبايب وعلى كل زملائنا وكل المشاهدين واللي يسمعونك بعد. يا حبيبتي ما قصرتي. أول شيء أقول شنو هالإبداع مذكرات بحر سويتي فيه؟ يا الله يا الله، والله العظيم كانت يعني تجربة جميلة جدا ومستمتعة، كنت مستمتعة جدا بوجود زملائي. طبعا انت واحدة منهم، حضرتي وايد ناس يعني اللي اعرفهم واللي ما اعرفهم، في ناس اول مرة اشوفهم. الحمد لله يعني اشتغلت العمل هذا، فعلا كان المناخ الفني الصحي الصحيح اللي يحتاجونه المسرحيين. فالحمد لله الله وفقني مع مجموعة جدا جدا جميلة. يعني انتو سمعت الأصوات الحلوة، أيوة والله. مسرح الغناء كالشعر ينبي يعني انت فنانة وجميلة الصوت وجميلة الروح وجميلة بالتمثيل وخفت روح كل شيء. يعني فعلا كنت يعني أتمنى، كنت أتمنى يعني تكونين معي في مذكرات، ولا إن شاء الله في الأعمال القادمة إن شاء الله تكونين موجودة إن شاء من ضمن الله. الكوكبة الجميلة اللي نحت لي الفرصة أني أشارككم في هذا العمل الممتع. حبيبتي زهرة، يعني أنت فنانة كبيرة وقديرة، لك وضعك ومكانتك، مو أنا اللي أقول هالحكي، حتى الناس تقوله، وفارضة نفسك باحترامك وأسلوبك الجميل. بالعكس يعني أنا لما أشوفك على المسرح استانست وايد، وبعدين في عندك زخم حلو جميل، عندك النوري، عندك البنات الحلوين اللي كانوا معك يهبلون يهبلون، وفرقة الموسيقى بدر النوري والها حنين. اي والله حنين يهبلون العميل. عاد حنين أنا كنت شايلتها وهي صغيرة، يعني أمها وأبوها دكتور حامد ودكتور أماني، بالعكس كلهم حبايبي. والله صراحة اشتكت لهم، يعني إن شاء الله يكونوا سامعين، أنا اشتكت لهم وايد وايد وايد. أكيد أستاذ الكبير طبعا أستاذ شاد الخليج، من ينسى وجوده على المسرح ويكفي. والله كل يوم كل يوم أنا أسئلة، يعني أيام البروفات يعني كنت دائما أتلم تواجد معنا آخر البروفات، يعني تواجد يعني كل يوم تعلمت ما بدأنا كذي، بس خلاص يعني سنت النجاح من أول ثاني يوم لا خلصنا شبنا العروب فخلصت العروب. لا والله بالعكس، إن شاء الله إن شاء الله يعني العمل الاحتمالي ينعاد، ما أدري بس إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والقوة. أيضا نشكر مركز جابر الثقافي لاحتواء مثل هذه الأعمال الجميلة، أكيد. هذا الصرح الجميل، شكرا لإدارة مركز جابر. كانت أمنيتي إني أنا أشتغل في على هالمسرح، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقولي لي شنو هالإبداع بالعاصفة؟ العاصفة أنا ما يصير عندي وقت أروح البروفات قبل الفطور وأرجع، هم صار عندي إيه والله. بس الحمد لله يعني مناف ما شاء الله عليه، المخرج والمؤلف الفنان طبعا المسلم عبد العزيز المسلم، والفنانين والنجوم المشاركين. يعني صراحة العمل أتذكر إحنا المفروض ما تكون خطة رمضانية المسلسل هذا حسب علمي يعني، بس بعدين عرفت إنه في تلفزيون الكويت يعني نزلوا في هذا المسلسل، لكن يعني دور جديد عليه صراحة. طبعاً دور محامية يعني شوية قاسية، مو قاسية يعني وايد وصولية معها بالناس وكل شيء، لكن حاولت إني أطلع مثل ما هو. الحمد لله مشاهدة رعاية المكتب اللي صورنا فيه محامية معرفة يدين قالت لي هذا نفس الشيء قاعد تقولينه واي بالضبط بالضبط. قلت له طبعا احنا لازم نقول الاشياء هذه من طول، ولا الحين اي قضيه تعتمرك يعني افهم المصطلحات كلها على فكره. بالعكس يعني زهره انت دائما يعني تتقنين كل شيء حلو تسوينه، يعني اتمنى يعني. وانت قاعد تشوفين في زخم من الاعمال، انت تشوفين اعمال غيرك ولا تتابعين عملك ولا شنو بالضبط؟ والله شوفي مثل ما قلت لك انا عملي لحد الان ما شفته وما عندي حتى اشوفه على اليوتيوب، دائما اقول بعدين بعدين بعدين. بس من اللقطات البسيطه، من مرات موسيقى التفت على بي، يعني مخرجين الشباب يا حلوهم، يعني قاعد اشوف مبدع داود على فكره. اي حبيبي يا حليله مبدع ما شاء الله بسم الله عليه، يعني وفعلا هو كان هدفه من زمان من سنين. اتذكرت ان نتكلم يمكن 2004 يمكن أنا وياك إن نتكلم، كان هدفه إنه يشتغل من بعد أعمال التقليد والمنوعات والهابي، إنه يبي يقدم شيء يعني يقول أنا فنان، أنا خريج معهد أعرف أسوي كل الأدوار. لكن هو يعني جرف في هذه الأعمال الكوميدية وحلوة وتذوق عليه، لكن بالأخير يعني متى الفرصة
وكانت فرصة جدا جميلة الآن، يعني قاعدة أشوف لقطات حلوة، أنا شفت من الإعلان، شفت من طريقته، أنا أعرف داود، أنا أعرف أكيد طبعا، أول شيء يعني يخرع بسم الله عليه، الله يحفظه عليه. والحمد لله والأعمال الثانية قاعدة أشوف يعني لقطات بسيطة، لكن قاعدة أشوف دفعت القاهرة اي والله العيال، اشوف اجنده، اشوف انت يعني تبع لغطات في مسلسلك الحلو هالي وناسي الصفار. اي حبيبتي وايد انت بعد عندك على تلفزيون الكويت، عندي اي تلفزيون الكويت، عندي مشاوير وعندي على البي ام دراما هالي وناسي وعوداد الكواري منوره ما شاء الله حبيبتي عليك. مشكوره الحمد لله الكل موجود زملائنا الفنانين والفنانات اللي فوقهم الله يحفظهم ان شاء الله وما اللهم امين. شنو تنصحين زهره الجيل الجديد او الشباب او البنات، يعني كونك انت يعني دائما تشتغلين مع الشباب والبنات والجدد، يعني شنو دائما تحبين تنصحينهم؟ يعني دائما الرد والروح ونكرر دائما الالتزام بالمواعيد والالتزام بحفظ او بدرايه بالدور اللي هم يسوونه، مو اي شيء احنا نشتغل يلا لازم، المهم نكون مع كبار القوم او لازم نكون، لا لازم من البدايه الواحد يكون عنده طموح وعنده هدف. حلو. التزم ايه التزم يعني التزم حتى يعني لا اشوف غير وصل وانشهر، انا اقصد اللي وصل وانشهر بطريقه مو فنيه مو محترمه، سوري يعني في بعض الناس انشهروا ما عندهم ذاك الفن، عندهم ذاك التعدي او ذاك الشيء اسلوب، سوري اسلوب شوارعي، يعني بعض الاحيان تكون شبابي شوارعي تختلف عن شبابي فنان يحس بالفن، ان كان مطرب صوته حلو او مطربه كان صوتها حلو اكيد ما راح تروح يعني تسوي الاشياء الثانيه اللي يسوونها الناس، لا يروحون من فرح ممتاز، يروحون عند منتجين زينين، يروحون عند فنانين يصيرون قدوة لهم. في بعض الشباب أو الشابات ما عندهم قدوة ولا عندهم أحد أصلاً، إحنا وبس، لا إحنا، فهذا الشيء أنا أحس في بعض الشباب منهم هذيلا ما راح يستمرون، وإن استمروا راح يكون لهم ستايلهم الخاص أو أمك اللي كان يا مكان راح يكونون يكونون مدى عمرهم يشتغلون. بس الحمد لله أنا قاعد أشوف أكثرية الشباب اللي موجودين يعني واللي أكون معاهم، سواء الحين قاعد أسوي بروات مسرحيتي 101 حق العيد، توني أقولك قاعد أقول شنو سر جمالك في 101؟ سر جمالي في 101 لا هذا إعلان أدري، بس أنا شبكت الأثنين ويا بعض يعني عرفتي؟ أي أنا سوي إعلان، الإعلان حلو ترى وايد وايد حلو، إعلان سلويت سوينا يعني، فأنا والله يعني كانت شغلة حلوة يعني كإعلان، يعني أنا شايفته يعني هو يعني سر جمال الجمال زهرة الخرجي تجميل بلا جراحة. ها أوكي يعني هذا هو المقصد، تحبين الشيء يعني الصعب بدل فيش أوكي لكن جراحة قصد سؤالك حبيبتي أي وأنا سعيدة العيد، أنت عارفة إن شاء الله حبيبتي وكل التوفيق لك، وأنا سعيدة أني أنا سمعت صوتك وياي بالبرنامج، أنا أنت من أهم الناس حبيبتي. عندي يعني وبحياتي يا عمري، أنا المفروض أنه من زمان إن أنا من أول يوم المفروض لو يعني الود ودي كل يوم أتصل ونسولف نقول أشياء هم راح ناخذك ويانا، بالعكس أنت صديقة وأخت وراعية موقف جميل ومواقف جميلة مع الزواج حتى للناس يعني كلها مزيد. حبيبتي بالعكس يا لازم الناس تعرف أول حبيبتي وكل العاملين على هالعمل الحلو واللي طلعين بشكل حلو ومعطينك مساحة أنك أنت تتكلمين مع كل الناس اللي تحبينهم ويتصلون فيك محبينك، هذا شيء جميل حبيبتي. والحلو نفيتين قنواتنا الإعلامية حاليا، أنا حاسة أن كل زملائنا قاعد يشتغلون ما شاء الله، سواء إذاعة ولا تلفزيون كلهم ماسكين برامج منوعات جميلة من خلالها الجمهور يشوف على طبيعة هذا الفنان النجم اللي هو يحبه يتب التواصل، فشيء أكيد جدا جميل. أكيد لازم الناس تعرف أن في علاقات جميلة ما بين حتى الفنانين، لأن إحنا بالنهاية بشر وحلوين وناس نحس بالناس. مشكورة يا زوزو، إن شاء الله بكلمك وزورك بالبروفات إن شاء الله. يا حليلها يا حلوها، يعطيها العافية وصراحة خوش اتصال، مشكورين يا الكنترول. والحين معانا منه وكيل الشيف عادل، حياك حياك، هنشوف اليوم شو بسوي.
انا حاسه انك مودي طبق. عليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ مودي طبق حق الوالده ها ام رامي. صعب شوي يعني لانه الاصناف هاي لازم انا وياك نزور نودي طبق ان شاء الله باذن الله. اكيد باذن الله. اول شيء انا احب اشكر تناتيش الحلويات معجنات ما قصروا يعطيهم العافيه على هالنقصه الحلوه. بسبوسه بس حاره. ايه ها شكلها شهي. اي شكلها شهي. انا مالي شغل فيك انت اليوم. انت بروحك راح تشرح البرنامج. زين انا مالي شغل فيك. زين ما قصروا الصراحه يعطيهم العافيه على هالنقصه الحلوه وربي يوفقهم. زين انت الحين بطلت الحلو وحالتك لله. طيب اكتب على الاقل بالسبوره. اليوم ان شاء الله حنقدم قرص عقيلي. قرص عقيلي؟ اي وينه؟ قاعده اشوف كله كريمات. انا طالب المخرج وطالب القناه يقول لنا بن العميد. ها؟ شنو سر المخبز هذا يا تعال؟ تناتيش؟ تعال جرب. هذا شنو؟ خفيفة وايد. ايه يعني ما ادري هي كنافة هي لا هم مميزين بالبسبوسة. البسبوسة؟ ها؟ بس وايد حلوة للأمانة. يعطيهم العافية بصراحة يا جماعة الخير. تناتيش صدق حلوين يعني يستاهلون انكم تطلبون منهم لأن بالفعل اللي بيميزها خفيفة. كثير خفيفة. اليوم وين قرص عقيلي؟ وين المهنية؟ أنا بقول لك يمكن الكل يستغرب هو هذا طبق قرص عقيلي اللي احنا مقدمينه السنة بالسابلي بالضبط ولكن احنا مقدمينه بصوص تشيز كريم والقرص عقيلي بكون من الداخل زي ما انت شايفة قرص العقيلي اللي بالهيل والزعفران. بالهيل والزعفران بالضبط. فكتير طيب وبشهي يعني وايد طيب. طيب الحين انا بسأل ليش قرص العقيلي داخل؟ انا بقول لك قرص العقيلي في رمضان حبينا نعطيه هيك طابع جديد. لا كثير طيب حيعجبك وخفيف يعني مش ثقيله. وايد يعني احنا عاملينها هيك بستايل الترايفل بس انه لا هي قرص عقيلي بس القرص عقيلي من الداخل والتشيز بيجي خارجي بس حلو ترى يعني مو سويت وايد بالضبط دراي بالضبط هذا اللي اشتغلنا عليه صح؟ طبعا مع طبق المهلبيه المشهور طبعا هذا معروف في كل بيت. اي المهلبيه اي طبعا إيه معروف في كل بيت. اي لا اليوم يقولون انت مبتسم. بس اسالك سؤال شنو اليوم فطورك ها؟ اليوم؟ اي اليوم كنا عاملين كبسه سعوديه. اوكي كبسه سعوديه طبعا اكل السعودي وايد رائع كبسه. وعندك في اسامي عندهم شنو الاكلات السعوديه؟ هي الكبسة أشهر شيء وعندهم راح توديني بداهية إذا مو حافظ الطبخة. لا يعني مش إنه مش حافظ هو بالسعودية لأنه أنت عارف السعودية كبيرة فلامة فعندهم طبخات يعني يعني كل منطقة عندهم البخاري عندهم بالضبط البخاري وماخذين شوي من اليمن كونها جارتهم يعني فالمندي مشهور كثير عندهم طبعا هنا. طبعا أكلات لذيذة وجميلة حتى لما نروح وننعزم هناك ما شاء الله هالكرم في كل شيء الأمانة بنوجه لهم تحية أكيد. أي والله نوجه لهم تحية أكيد طبعا. طيب قول لي الحين على المهلبية شنو؟ المهلبية زي ما أنت شايفة عاملينها بالفريش كريم وبثلاث نكهات ومعطينها الديكور تبعها اللي هو عجينة البقلاوة اللي من فوق. وإذا بتلاحظي الطبق حتى بعد ما برد الطراوة تبعته موجودة. زين. وهذا عامل بيميزها يعني. بس لأنه قد ما كانت هيك فيها طراوة قد ما كانت خفيفة. يعني أنت بتقول لي إن أكثر الأشياء اللي مقبولة المطلوبة عندكم شو اسمه المهلبية والقرص عقيلي؟ القرص عقيلي المهلبية الترايفل الأصناف هاي مميزة برمضان. طيب مميز لانه زي ما احنا حكينا قبل هيك في احدى الحلقات انه رمضان مميز بالاشطيات والجبن. انا اقول رمضان يجمعنا. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يجمعنا على خير. امين يا رب طبعا العالمين. انا حطيت الفستق وحطيت الشيره صحه وعافيه. صحه وعافيه يا رب لذيذه صحه وعافيه. طيب مقادير الثانيه طبعا
المحل ايش كثر ياخذ وقت منك؟ القرص عقالي؟ القرص عقالي هو الوقت اللي بياخذه قرص عقالي الطبيعي اللي بيسووه ربات البيوت في البيت. احنا بنسوي الكيكه بعدين بناخذها بنقطعها تقريبا 12 13 قطعه. حلو. بنحطها بالمعون هذا او اي معون موجود في البيت، بعدين بننزل عليها الصوص تبعها اللي هو ممكن احنا نعمل صوص من تشيز كريم، الجبن السايحه، نحط عليها شويه فريش كريم، نحط عليها النكهه اللي احنا بدنا اياها، الهيل، الزعفران، ونضربها مع بعض ونعملها بالشكل هذا. طيب في اجبان معينه؟ لانه في جبن مرات جبن ماسخ، جبن يعني لا هو وصف. هو اي جبن قابل للدهن تكون نسبه الملوحه فيه بسيطه. يعني هو في اسماء كثير من الاجبان مش حنذكرها طبعا، ولكن هو معروف يعني بيعرفوها، يعني اي جبن قابل للدهن نسبه الملح تبعه تكون بسيطه. اوكي. والمهلبيه ايش كنت بتاخذ؟ المهلبيه بسيطه جدا، يعني المهلبيه يعني شويه هالحليب وفريش كريم والمنكهات على النار مع شويه هالنشا عشان تشدها يعني. بس ما نكترش يعني، ونتركها تقريبا ساعه ساعتين تبرد. ما تسوون جيلي؟ نسوي جيلي. بس شنو؟ نسوي جيلي بس هذول سبيشال اوردر بنسويهم بالطلبات. زين سووا لي انا واحد. حاضر. يعني في يوم من الايام، يعني ما بقول لك باكر بس يعني تكرم عيونك. حاضر. ضبطني. حنجيب لك جيلي وكاستر وكريم كراميل كمان. انا احب الكاستر هب. بس شلون تسويهم صغار ولا كبار؟ نسويهم كب، نسويهم كب شغلات صغيره يعني. شايك ناخذ اتصال الحين مع المتسابقين. أوكي. نقول الو. شهد شلونك يا شهد؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ تمام يا حبيبتي، شو اخبارك ماما؟ الحمد لله. شلون رمضان وياك يا شهد؟ زين الحمد لله. كم عمرك شهد؟ 13. واي حالات البنات. خلاص انت فايزه حبيبتي، شو ابي اقول لك؟ هلا مونا فايزه بكبون مقدم من سابليه وابداعاتهم وفناتقهم، عسى الله يوفقكم ان شاء الله. يحفظك يا رب. نقول الو. ايوه يا انوار. الو. هلا حبيبتي انوار، شلونك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك حبيبتي؟ الحمد لله. تبيني اسالك من حلا الغربي؟ اوكي. يقول لك هني تعرفين المكرون؟ لا. السويت المكرون اللي كنا ساندويتش صاير. اي اوكي. يقول لك تصنع حلوى المكرون الفرنسيه من شنو؟ من الجبن ولا بياض البيض ولا الخبز؟ بياض البيض. وانت صح حبيبتي. وفايزه معانا بكبون مقدم من سابليه، مشكوره يا حبيبتي. حلوها. ها ناخذ اتصال ثاني. ام حسين شلونك ام حسين؟ الحمد لله بخير، ربنا يطول عمرك. شو اخبارك؟ منا ومنك ان شاء الله صالح الاعمال. والله الحمد لله بخير. شو اخبارك يا حبيبتي؟ والله الحمد لله. حبيبتي ام حسين، ابي اسالك على اسم معنى اسم حلوى المارون جلاسيه، يعني بالايطاليه يعني اليوم السعيد، بالفرنسيه تعني الحلوى بنيه اللون المغطاه بالسكر، واسم المخترع اسباني. مارون جلاسيه. زين. يقول لك بالايطاليه يعني اليوم السعيد، بالفرنسيه يعني الحلوى البنيه بنيه اللون المغطاه بالسكر. اليوم السعيد. والله ان شاء الله دائما ايامك سعيده. هو الجواب لا، بالفرنسيه يعني الحلوى البنيه المغطاه بالسكر. ما عليه، ما راح نطلعك خسرانه وانت فايزه ويانا. كبون مقدم من عياله الميدان، شكرا. ايوه ام محمد شلونك؟ يا هلا. شو اخبارك حبيبتي؟ الحمد لله مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. شو مسويه؟ والله الحمد لله. انا الحين عندي سؤال بخلي الشيف يسالك الحين. يقول ايش تعتبر حلوى الايس كريم في الاصل من هذول الثلاث؟ فرنسا، البرازيل، الصين. ما ادري يمكن فرنسا. حلوى الايس كريم في الاصل من فرنسا، البرازيل، الصين.
الصين وانت صح حبيبتي، انت صح حبيبتي. تستاهلين كابون مقدم من سابلي، مشكوره. بس هذه غريبه يعني الايس كريم هذا. انا توقعت فرنسا. انا بعد توقعت فرنسا. نقول الو يا ايه. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ سلام بخير، الله يسلمك ويعافيك. نعم انت بخير وانت بصحه وسلامه حبيبتي. شلون رمضان وياك؟ والله طيب الحمد لله بحالاته. يا رب ان شاء الله دوم تكونون مرتاحين وسعيدين يا رب. حبيبتي بسالك سؤال. نعم. يقولك حلوه لا يدخل الطحين وكم شنو؟ كمكون اساسي. كمكون اساسي في صناعتها. يعني نوع من انواع الحلوه ما الطحين ما يكون موجود، يعني عرفت شلون؟ كمكون اساسي. هل هي الكيكه الاسفنجيه؟ ولا الكب كيك؟ ولا الكريم كراميلا؟ لا الكريم كراميلا اكيد. انت تسوينها ها؟ اي نعم. شاطره يعني نصنا. هي شنو شاطره في اي حلا؟ بسبوسه، القمط، معمول التمر. يا عمري حبيبتي حتى لو تجاوبين غلط يبقى انت صح. فايزه معنا بكابون مقدم من سابلي، مشكوره مشكوره. يا سميره والله شلونك يا سميره؟ الحمد لله بخير، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، تبارك حبيبتي. شو اخبارك حبيبتي؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. شلون متابعتك برمضان؟ والله متابعتي بالمطبخ. ويلي ليش؟ والله كله بالمطبخ. ما تشوفين مسلسلات؟ ما تشوفين شيء؟ لا والله كله شيء ابد. مصوره عيل زين تابعتينا بعد الفطور؟ شلون زين تابعتينا بعد الفطور؟ اي والله هذا بريك الحين. صج أيوة يلا الله. واحلى بريك مع احلى حبيب سميره، يبى تستاهلين. نقدم لك كابون مقدم من عياله الميدان. يعطيك العافيه. وعلي عليها. انا احس الامهات، احس الامهات يتعبون يا طبعا عادل. طبعا والله حتى الابهات يعني بيتعبوا يعني، بس مش زي تعب الام يعني. الام هي ماخذ الجو كله يعني. طبعا اكيد ماخذ الجو كله يعني. الاب رايحه عليه والاب كمان بيتعب، ما تزعلش يا استاذ محمد. هو صاحب يتعب، بس من اللي يطبخ لكم؟ قل لي من اللي... مش المشكلة مش في اللي بطبخ، المشكلة في مين بيجيب الطبخة. تقول لك والله والله العظيم بربح الأستاذ عادل، يقول لك المخرج هدية منا لك عيالة الميدان حبيبي، عشان بعد حبيبي. بعد الأسنان بعد حبيبي أستاذ محمد يعطيك العافية. زين يعني أنت حين اثنينكم ضدي ولا إيش سالفتكم يعني؟ لا يعني بس دائما جايين عليه الناس للأب يعني. لا والله العظيم أنا لا أستهين قدرات الأب ولا الأم. بس كمان الأم بتتعب يا عمي. الأم يعني كمان بتطبخ وبتعمل الله يخلينا يا أشياء وكذي، حتى الأب بيتعب. لا تزعل خلاص. قال صج والله رح تعطيني كابون. أوكي يعطيك العافية. أيوة يا عذاري. ألو السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام، شلونك حبيبتي؟ الله يسلمك. شلونك انتي؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. مبارك عليك الشهر. أهلين وعليك، تبارك حبيبتي. شو اخبارك؟ نورة بنور الشاشة حبيبتي. بعد عمري مشكورة. النور نورك. قولي لي برمضان شو تسوين؟ وش تشوفين؟ والله ما في، أطبخ، أروح الجامعة، أدرس. شوفي تطبخ صح؟ يعني أنتِ معي إن المرأة تتعب بالمطبخ. إي حرام تتعب أكيد. حتى الرجال ولا؟ لا 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 الريال لا، بس الحرمة. شلون الريال بكل شيء جاهز. اي بس بس اقول لك الريال هو يجيب لك الماكله. اي يجيب الماكله لازم، بس احنا هم نتعب. انزين خلاص يبا لا تزعلين، يعني هو كان المخرج بيخسرك. بس يلا يا حبيبتي والله بخلي استاذ عادل الحين يسالك وانت راح تكوني فايزه. ما عليك انا راح انجحك افوزك انا. تمام تمام. يلا قول اللي فوق. حلوى شهيرة نشأت في فرنسا وإسبانيا، هي الكريم كراميل، الدونات، التراميسيو. كريم كراميل. كريم كراميل. وانت فايزة ويانا حبيبتي، فايزة ويانا، فايزة. فايزة ويانا بكابون مقدم من سابلي، يعطيك العافية عشان ما ندخلك المطبخ وتسوين حلو. روح اخذي شغلك من سابلي. ام ناصر. والله كل عام وانت بخير يا هل حبيبتي. انت بصحه وسلامه، شلونك؟ يعطيك العافيه والله الحمد لله. الله يعافيك. شلون رمضان وياك؟ والله حلو الحمد لله، خفيف.
ها شنو فطوركم اليوم وشنو الحلى اللي مسويته؟ والله تشريب لحم ايه ومسوي دجاج وشوربه والقيمات خبز عروق. خبز عروق زين، تنقصي لي على الاقل بالاستديو خبز عروق. تستاهلين ها؟ تستاهلين حبيبتي. يبا ما بي اسالك لان شكلك انت تعبانه من المطبخ، وانا مع الامراه لما تتعب بالمطبخ بصراحه يعني. يستاهلون طبعا، يستاهلون اكيد طبعاً. يستاهلون. فايزه معانا بكبوم مقدم من عيارة الميدان، مشكوره يا حبيبتي. شفت الكرم طبعاً. شفت الكرم، كرم كرم اي تي في، انا ادري والله ادري عشان لا انطق. ايوه يا استاذ محمد، شو اللي تعمل عليه الحين؟ ايوه طبعا الوقت كذي مشى هوا بسرعه. ها بسرعه ها عشان جايب كريم كراميلا سريع اليوم، يعني مهلبيه وقرص عقيلي وبسبوسه. يلا ما عليه، يعطيك الف عافيه. شكرا لوجودك، شكرا لسابلي، شكرا لعيارة الميدان، شكرا لشيماء الملا مجوهرات العلوي في مملكه البحرين الحبيبه، شكرا لمزهلقيني دائما من اول رمضان صالون المنزل، واليوم شغلي كله مع باباراتزي. مشكورين ما قصرتوا، حفظ الله، نلتقي ان شاء الله باكر.